الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. In this episode, we will revise at first subject and object pronouns. We're going to have, inshallah, possessive adjective, possessive pronouns, and reflexive pronouns. Let us revise this first because this is second. This is the second lecture or lesson about the pronouns. The first one, it was about subject and object pronouns. طيب احنا قلنا بالعربي كده subject يعني ايش؟ الفاعل. الفاعل هو الذي يقوم بفعل الأشياء زي ما احنا عارفين. الفاعل يعني the doer of the action. وقلنا ال object pronouns هي ضمائر المفعول به. احنا عندنا في العربي مثلا هي تختلف شوية لكن الفكرة واحدة. ضرب الولد الجرس، ضرب فعل ماضي ناقص، الولد فاعل لأنه قام بفعل ايش؟ بأنه قرع الجرس. طيب فالجرس مفعول به، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب بنفس اللغة الفكرة في اللغة الإنجليزية مثلا محمد kicks the ball. طيب يبقى محمد is a doer of the action because he kicks the ball and the ball هي حتكون لنا ايش؟ object لأن وقع عليها فعل الفاعل انه محمد شاطها، هو محمد الفاعل شاط الكرة، يبقى لما شاطها وباصاها طيب ده الفعل والكرة مفعول به لأن هي ايش؟ وقع عليها فعل الفاعل اللي هو الشوط. وضحت الفكرة دي؟ يبقى بنفس الطريقة إذا أنا عايز أعبر، إذا وجد الاسم زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت غاب الضمير، وإذا حضر الضمير غاب الاسم. يبقى الضمير I عادة الفعل اللي بيمشي معاه أم، وهي وشي وإت الضمير، الضمائر دي هي للرجل وشي للحرمة وإت لغير العاقل. الفعل الذي يمشي معهم دائما هو is للمفرد، و you we و they الفعل بيمشي معهم are، و you بمعنى أنت وأنتم، we بمعنى نحن، و they بمعنى هم. طيب I في الفاعل زي ما قلت لك مثلا I am أبو ذر أحمد، I teach English، I am married، I have for kids، حد زي كده. He is محمد، he is 17 years كده. She is منال، she is 12 years. It is my car، it is my house، it is زي كده. طيب you are my student or you are my students لأنه بمعنى أنت وأنتم، we بمعنى نحن، we are students مثلا، they are our parents. طيب احنا الان دي كلها استخدمناها، وكل الجمل انا ذكرتها من شوية كانت محل الفاعل. طيب اذا قلت I اللي هي مكان الفاعل انا، اذا لما اكون في موقع المفعول به بتصير ايش؟ me، وهي بتصير ايش؟ him، وصي بتشير ha، it نفسها، you نفسها، we بتصير us، they بتصير ايش؟ them، و you بعد كمان you. هذه لو اتحفظت بيكون افضل، والحفظ مع الفهم والتطبيق لان هي سماعية وهي grammar لازم تتطبق زي ما شفناها في الامثلة اللي فاتت. والان عندنا الكثير من الامثلة، ننتقل للجزئية الثانية اللي هي ايش؟ possessive pronouns. possessive يعني الملكية، والملكية لها قسمين، واحد منها يكون مثلا صفة يجي بعدها ايش؟ يجي بعدها اسم، زي هذه المجموعة. يعني المجموعة هذه مثلا my يجي بعدها اسم، my house، my car، his wife، طيب her brother، طيب her sister، it's مثلا its book مثلا، أو أي حاجة يا أخي. طيب your father، our sister،
طيب their house, your friend. طيب it's built عليك علي زي كده. لو لاحظنا كلها الضمائر بيجي بعدها noun, عشان كده انا كنت مصر ان اقول كلمتين. noun يعني اسم, بيجي بعدها اسم. اما هذا النوع ايضا بيحكي عن الملكيه, هذه ملكيه وهذه ملكيه, لكن هذا النوع يكون دائما مسبوق بفعل, ومن ثم بيحصل تغيير شويه. شوف my صارت ايش, mine. his صارت ايش, his نفسها. ها صارت هارس. لاحظت في زي اس زياده من الكلمتين, في زياده اس شويه. it its your yours our ours their theirs your yours. وغالبا يسبق فعل وتكون في اخر كلمه في الجمله, ممكن يكون بعدها فول ستوب او كويشن مارك. اما هذه بتكون في وسط الكلام بعدها ايش, اسم. والاثنين بيعبرن عن ايش, عن الملكية. طيب الجزئية الاخيرة مثلا بقول I, me, my, mine, myself, he, him, his, his, himself, she, her, hers, herself, it, 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 its, itself, you, your, yours, yourself, we, ours, ourselves, they, them, their them, themselves, you, yourself. هذه تسمى الضمائر المنعكسة. من فعل هذا الشيء؟ I do it myself, يعني فعلته أنا بنفسي, هو بنفسه, وهي بنفسها, وهم بأنفسهم, ونحن بأنفسنا, وهكذا. طيب نجي ندخل الأمثلة عشان ناخذ ايش المزيد من المعلومات والتوضيح. Which one of these books is, أي في الكتابين ديل ده يقولوا ايش ملكها. احنا عادة لما يكون زي ما قلت لكم الفراغ في الآخر بعد فول ستوب او بعد كويشن مارك في الآخر, وانا عايز اتكلم عن ملكية, عن ضمائر ملكية, ففي هذه الحالة بقول ايش, اللهم صل على لو لاحظنا ماي مفترض يجي بعدها اسم, وهم ما له علاقه بالملكيه, وذير له علاقه بالملكيه, لكن ما بتقع في النهايه. ممكن لو كان ذيرس كان ممكن يبقى الكلمه الانسب فيهم الاربعه هي ايش, هارس, لانها وقعت في النهايه وتنتهي باس زايده وبعدها فول ستوب او كويشن مارك. طيب السؤال اللي بعده, their house is smaller than فراق. برضك احنا عايزين الكلمة اللي تكون اخيرة في الطرف في الخلا هناك في الطراوة بعد فول ستوب او كويشن مارك, واخر كلمة هي, وللملكية ايضا ضمير للملكية. دول كلهم ما لهم علاقة بالملكية, هي الوحيدة ours. اما our is ما صح, او our has ما صح, there is ما صح, it's برضها ما صحيحة. الكلمة الوحيدة خلي بالك بين ممكن التجارب الأكثر بين الأولى والأخيرة, لكن الأخيرة هي الأصح لأنه ما في البوزيسيف, لا يحتمل بوزيسيف تاني. ضمائر ممكن مع الاسم أقول مثلا عليز بوك, لكن لا يمكن أقول مثلا أور, ما ينفع كده. وضحت الفكرة دي؟ طيب كارلوس needs that book, can you get it for, دي ما لها علاقة بالملكية, دي لها علاقة بإيش, هي وهم. طيب كارلوس يحتاج ذاك الكتاب, ممكن أنت تعطيه إياه, يبقى هو الآن كارلوس ده في موقع المفعول به لأنه هو المستفيد, أنت حتقدم له الكتاب. إذا أنت الفاعل, الفاعل الذي يقدم الأشياء أو يفعل الأشياء, والمستفيد أو المتضرر هو المفعول به, يبقى can you get it for him. وضحت الفكرة؟ طيب this paint brush has lots of dash bristles, يعني هذه الفرشة بتاعت ال painting ضاعت منا, يعني تساقطت منا بحكم منا اشتغلت كثير الكثير من ايش, من أجزائها. فمفروض نقول إيش, it is ولا it's. لا إحنا ما نقول it is, إحنا عايزين نقول إيش, it's,
ليش؟ لأنه جاء بعدها اسم its، عرفتوا علي كيف؟ لأنه جاء بعدها إيش؟ اسم. طيب دي ملكية أجزائها. طيب نمبر 5، علي forgot to write his name on the test. علي forgot to write his name on the test. طيب خلينا نقفل ال نقفل اللي اسمه ايش ديه، لا اسمه ايش ديه، والله ما انقفل تاني فتح. طيب خلينا نقفله عشان ما يصجون الجماعة دين. طيب قال علي forgot to write his name on the test but the teacher knew it was him. لكن المدرس عارف هو اكتر واحد مضيع، فعرف انه هو الوحيد اللي ايش اللي ما كتب، او ممكن يكون احصاهم لانه نسيان وارد، يعني ممكن ما يكون غبي لكن هو يكون النسيان وارد، يعني يكون احصى كل الطلاب اللي عنده، ما بقى الا واحد يعرف انه علي. يبقى هي علي في الفاعل، والان هو ايش نوفل به صارت ايش هم، ودي ضم اربط الفرس. طيب that ball isn't، يعني هذه الكرة ليست ملكي، هي الوحيدة بتجي ايش isn't mine، لانه isn't ها ما بتجي، احنا عايزين ملكية، عايزين ملكية. طيب او ما بتجي لانه او بيجي بعد ايش اسم، him ما بتجي لانه احنا نتكلم اصلا عن كرة، فلازم تكون ايش mine. واضح؟ can you come to dash house this afternoon our house. ليش؟ لانه او جاء بعد ايش اسم، فلا يمكن نقول ours ولا نقول hours، hours دي ساعات ذاتها، ولا ممكن نقول hours، يعني هي اكتر اجابتين او ود hours اللي انا بشك فيهم، لكن طالما جاء بعدها بعد الفراق جاء اسم معناها حتكون our house. I found this ball near the neighbors، ناس خالد ديل عائلة خالد. Do you like it? Do you think it is theirs؟ لأن آخر كلمة في الطراوة بعد question mark أو full stop أو في الآخر حتكون إيش؟ وملكية، يعني يا there يا theirs. إذا هنا حنختار إيش؟ theirs. هل تعتقد إنها لهم؟ أنا قريبة من بيتهم يعني. طيب that tree has lots almost all has lost almost all of its leaves، يعني هذه الشجرة فقدت الكثير من ايش من اوراقها. its لازم نقول its لانه there للناس، وit is لا هذه ما ينفع لانه هنا جبنا it بعد is، لا احنا عايزين ضمير، ما دارين ضمير وفعل، عايزين ضمير ملكية، وذم مرضك ما بتجي. طيب I found the purple hat in the snow. Is it dash? Is it yours? أو هذه هي أنسب واحدة. Your وأبوسترف إيش؟ إحنا قلنا أصلا الضمائر لا يمكن نقول بعد has أو بعد is، أو لا يمكن نقول يعني مثلا زي علي's book، يعني ما ممكن هي هو نفسه كمان يكون إيش؟ ملكية في ملكية، لكن كان ما بيجي الضمائر ما بتاخذ زي كذا إلا الأسماء ممكن. فالأنسب إيش نقول yours. I need to get dash skates sharpened. I need to get my skirt sharpened. طيب does she keep dash money in a Rajhi bank؟ يعني هل هي تضع أموالها في بنك الراجحي؟ يبقى her كويس her money ما قلنا hers لأن ما جت في الأخير، قلنا ها لأن ملكية وجاء بعدها إيش noun. This is dash book. This is I ولا me ولا my ولا mine. This is my book. هذه ملكية، ولأنه جاء بعدها اسم كلمة book فبالتالي حتكون إيش this is my book. طيب this book is فراغ، ما جاء بعدها is، جاء في الأخير. This is حتكون this book is mine. عرفتوا كيف؟ مرة my ومرة mine. This is dash class.
جا بعد اسم حنقول ايش اور كلاس. This class is dash ما جا بعدها شيء حتكون ايش ours. طيب this is dash house حتكون ايش their house بيتهم هذا بيتهم. طيب this house is فراق حنقول theirs لانها تنتهي بالاس الزايدة. وضحت الكلام ده؟ عشان كده لازم تحفظ الكولمز دي باي هارت. طيب these are dash kids حنقول ايش your kids هذول عيالكم. طيب these kids are dash حنقول ايش yours لانها جات في الاخيره. عرفتوا علي كيف؟ this is dash car this is her car لانها ملكيه هذه سيارتها وبعدها اسم. اما في الجمله الثانيه ما في بعدها اسم ما في شيء مره طراوه في الخلا. this car is dash حنقول ايش horse بنهايه الاس. اعتقد انه كده صارت الامثله واضحه بالنسبه لكم. طيب I read a poem هذه جديده شويه خلوا لها باكم من 18 تحكي عن الضمائر المنعكسه reflexive pronouns. I read a poem myself يعني قرات القصيده بنفسي. احمد ان علي answered the questions themselves. اللي بعده this is your book this is your book you choose it by yourself هذا كتابك اخترته انت بنفسك هذا. وصلى اللهم وسلم وبارك عليك يا سيدي حبيب رسول الله.